تقع ملاهي براتر في وسط مدينة فيينا، وهي أهم مكان ترفيهي للصغار والكبار في هذه المدينة الساحرة. تم إنشاء ملاهي براتر منذ حوالي 250 عاما، وهي بذلك تعد ثاني أقدم مدينة ملاهي في العالم. ومن الألعاب التي تشتهر بها مدينة براتر العجلة العملاقة الدوارة، والتي يبلغ ارتفاعها حوالي 64 مترا، مما يسمح لك بالتمتع بمشاهدة مدينة فيينا من ارتفاع عالي جدا. من ضمن الألعاب المميزة أيضا في ملاهي براتر بيت الأشباح، ولعبة الخيول، ولعبة قطار الكهف القديم وغيرها. محبي وعشاق التنزه والاسترخاء يمكنهم الاستمتاع بمناطق براتر الخضراء، والتي تتكون من الأشجار والمساحات الخضراء الشاسعة والممرات الهادئة، وتحتوي على أماكن للجلوس والكثير من المطاعم والمقاهي لتناول الوجبات والمشروبات.
يمكنك أيضا زيارة مسرح العرائس، حيث يعد تجربة رائعة للأطفال. كما يمكنك ممارسة رياضة ركوب الخيل بصحبة أطفالك.